بسم الله. دلوقتي ان شاء الله نشوف مع بعض ازاي نعمل مجموعة نقط في الدينامو. هقول له انا عايز نمبر نمبر سيكونس، هو عايز هنا من الستارت والاماونت والستيب. طيب هقول له انا عايز نمبر على سبيل المثال اهو، وهنشوف ازاي نغير فيهم ونحط حاجات تانية مختلفة. ممكن ابدأ مثلا بالواحد، اخلي الخطوات بتاعتي في كل مرة يزود مثلا 2، العدد النهائي بتاعي مثلا 20 بالشكل دوت. طيب انا عايز اشوف الموضوع دوت، اقول له واتش واقول له واتش 3D. تمام، هقول له انا عايز الاكس واي زد، ده بقى ممكن احطه مثلا في الاكس قبل كل النقاط اهيت. بدأ بالواحد وراح مزود 2، مزود 2، مزود 2 وهكذا. ممكن اقول له حط لي في الواي كمان تبقى بالشكل دوت، او ممكن بدل كده اقول له انا عايز سلايد انتجر، سلايد انتجر سلايد دي اللي هحطها في الواي واقدر احركها بالشكل دوت. يعني خلي بالك كل ما بحرك رقم بيتحرك معايا تحت. ممكن اقول له مثلا خلالي 1، فننزل اتحرك حركة واحدة، 2، 3، 4. وبرضه السلايد ده ممكن احطه هنا بدل النمبر دوت او بدل النمبر دوت. يعني ممكن اقول دبل سلايد او انتجر سلايد، خليها انتجر مش مشكلة اهو. اقول له خليك انت بدل النمبر دوت والغي لي انت النمبر ده، واقول له ايه خليهولي 9 مثلا. طب خليهولي 6، خليهولي 3. تمام، فانا مش عايز حد يحفظ الكود، عايزين بس نحفظ او نعرف الفكرة بتاعتها والطلب بتاعتها عشان نبدأ نستفاد منها ان شاء الله، عشان في امثلة افضل من كده او اكثر عمقا من كده ان شاء الله.